جامعة البعث التي تشهد وقفة تضامنية مع روسيا الاتحادية ضد إجراءات الغرب الممنهجة التي تهدد الأمن القومي لروسيا وكذلك لسوريا. طبعا هنا الجماهير التي تتواجد هنا المشاركون من طلبة جامعة البعث الهيئة التدريسية كلهم كلمة واحدة متضامنين مع الشعب والجيش السوري الجيش الروسي والذي وقف مع الجيش السوري في أثناء تحرير المناطق. ما هي الرسالة التي تود أن توجهها لروسيا في خلال هذه الوقفة التضامنية؟ طبعا اليوم جامعة البعث تقف بكافة العاملين وطلابها وأساتذتها وقفة تضامنية مع الشعب الروسي والقيادة الروسية طبعا بحرب ضد الإرهاب العالمي والأمريكي وحلف الناتو. كل جامعة البعث وطلاب جامعة البعث مع روسيا ومثل ما وقفت معنا نحن واقفين معها. اليوم نوجه لروسيا الاتحادي من طلاب جامعة البعث سواء كانوا أعضاء هيئة تدريسية ولا أو طلابا بأننا مع روسيا الاتحادي والجيش الروسي البطل الذي يعيد توازن قوى العالم ويقضي على الإمبريالية الأمريكية. هذه الهستيريا من الكره التي لم تشهدها البشرية تاريخيا، نعود ونبني ما بين روسيا وسوريا علاقات تعتمد على القيم الإنسانية، على التقاليد، على الديانات التي ترفض ما تأتي به الدول الغربية من قيم المثلية وتفكيك العائلة وضرب الأديان وتشويه الحقائق. روسيا وسوريا في جبهة واحدة وفي خندق واحد لن ينفصل بغض النظر عن الضغوط التي تمارس ضد روسيا، ونحن نشهد هذه الهستيريا الاقتصادية، هذه الهستيريا الإعلامية، هذه الحملة التي يجمعون فيها كل ما يستطيعون من أجل التعرض لروسيا، لأن روسيا فعلا ضربت مشروعهم في سوريا وحاليا تحاول بناء عالم جديد سينشأ ما بعد أوكرانيا تنتهي به أحادية القطب. ونحن نتمنى في سوريا وفي روسيا أن تنتهي به هذه القيم التي شوهت البشرية وحرفت الحقائق وضربت القيم الإنسانية.